بين كل العالمين رحمة منه وفضلا أنزل النور المبين. رتل الآيات هيا نحن نصغي في حفاوة ولتكن دوما نبيها عند تصحيح التلاوة. أسعد الناس تقي يتغنى بالكتاب ماهر يتلو ويرجو أنعم الله علينا بين كل العالمين رحمة منه وفضلا أنزل النور المبين. رتل الآيات هيا نحن نصغي في حفاوة ولتكن دوما نبيها عند تصحيح التلاوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يجعل جلستنا هذه في صحائف أعمالنا يوم نلقى الله سبحانه وتعالى، إنه سميع مجيب الدعاء. حلقتنا اليوم هي في الصفحة 111، يعني الصفحة 111 والمئة في من المصحف الشريف، وهي من الآية 19 من المصحف من سورة المائدة. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. هذه في العد الكوفي رقمها 18 وفي العد المدني 20. على كل حال في خلاف هناك بين العدد الآية حسب المدارس المعتبرة. نوضح ما فيها من خلاف بين الراويين. النصارى تقليل الألف لورش ويتبعه طبعا ترقيق الراء، وأحباؤه وأبناؤه هذه المد المتصل والمنفصل أصبحت بديهية بالنسبة لكم، أصبحت بديهية، يعني حفص يوسطها 4 حركات وورش يشبعها 6 حركات، والأرض بلنتم، كل هذه نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، هنا ترقيق الراء، بشير ونذير أيضا ترقيق الراء، على كل شيء قدير. اللين المهموز عند ورش لا يقصر بخلاف سائر القراء، وإنما فيه التوسط أو الإشباع 4 حركات أو 6 حركات كما هو معلوم. تقليل ذات الياء طبعا لأن نقرأ بتوسط البدل لابد فيها من تقليل ذات الياء، فنقلل ذات الياء في قوله تعالى وآتيكم ما لم يوت أحدا، أيضا إبدال الهمزة الساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها. هنا أنبياء أيضا كما نعرف عند نافع بتمامه أنبياء الله، فإذ جعل فيكم أنبياء، هنا صلة الميم مع المد المشبع 6 حركات، وأنبياء أيضا فيها مد متصل ومقداره 6 حركات كذلك. الأرض المقدسة نقل حركة الهمزة، ولا ترتدوا على أدباركم ترقيق الراء وتقليل الألف قبلها، يا موسى تقليل الألف بخلاف، جبارين تقليل الراء لأن الراء هي متطرفة ولكن الياء دخلت عليها للجمع، إن كنتم مؤمنين كذلك إبدال الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبل، هذا ما هو موجود في هذه الصفحة. دعونا نقرأ الآية الصفحة بالروايتين، رواية حفص عن عاصم ونتبعها برواية ورش عن نافع المدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير.
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين سبيل الإيمان التوكل على الله وشرط الإيمان التوكل وعلامته التوكل سبحان الله المتوكل مؤمن ولا يكون مؤمنا إلا إذا توكل وطريقه في إيمانه توكل وتفويض إلى الله سبحانه جل في علاه نقرأ برواية ورش عن نافع المدني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير
وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين رزقنا الله وإياكم اليقين والتوكل عليه سبحانه جل في علاه. نعم أيها الإخوة، هذه هي صفحتنا اليوم، ويعني الحقيقة من باب التذكير أذكر بأن يكون برنامجنا مع البرنامج قائما على أمرين: ضبط الأحكام سواء كان على رواية حفص أو ورش، وحفظ الصفحة. يا إخواني احفظوا الصفحة، فوالله لن تجد نفسك بعد فترة وجيزة إلا وقد حفظت، لأن إنما العلم بالتعلم وإنما العلم بالتدرج، تدرج التعليم هذا مهم جدا. فأسأل الله أن يكرمني وإياكم بحفظ كتابه وتثبيته وأن يكون ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا ونور أبصارنا وبصائرنا، إنه سميع مجيب الدعاء. نرحب باتصالاتكم ومشاركاتكم، ومعنا المشاركة الأولى من المشاركة صديقة من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا صديقة. أخرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. لا، إذا وصلت يا صديق، إذا وصلت أكسر الضاد. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. والأرض وما ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير.
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. لاحظ الغنة، غنة الإخفاء، والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. جزاك الله خيرا يا صديقة وشكر الله لك. لاحظوا إخواني هنا شيء قدير، التنوين مع القاف إخفاء. عندنا ثلاث أعمال: الإخفاء والغنة وتفخيم الغنة عند القاف. تفخيم الغنة عند القاف لأن الغنة تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا على المذهب الحقيقة الذي أقرئ به. الغنة تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا، فإذا كان الحرف اللي بعدها مفخما تفخم، وإذا الحرف اللي بعدها مرقق ترقق. إن كنتم، هذا مرققة، على كل شيء قدير مفخم لأن القاف مفخمة. نعم، معنا اتصال. أيوة نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا شيخ نصر، حياكم الله، تفضل اقرأ. الله يجزاك خير يا شيخ، ما أدري من البداية ولا اقرأ. وإذ قال موسى لقومه يا قومي اذكروا نعمة الله عليكم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها. قالوا يا موسى إن فيها، نعم. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. جزاك الله خيرا وشكر الله لك على اتصالك. لاحظ آخر إخفائين بس تضبطهم بشكل جيد: إن كنتم مؤمنين. نعم، معنا أم محمد بن نصر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أم محمد، تفضل اقرأي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلما يعذبكم بذنوبكم. لاحظ الميم مع الباء إخفاء شفوي. فلما يعذبكم بذنوبكم. فلما يعذبكم بذنوبكم. أيوة. بل أنتم بشر، نفس الشيء. الميم مع الباء دائما محمد، الميم الساكن مع الباء إخفاء شفوي.
بل أنتم بشر مما خلق. ممن خلق. ممن خلق. تمام. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب. لاحظ الفتح الكامل. لاحظ الألف الصحيحة جيدا. يا أهل الكتاب. يا أهل. أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. جزاك الله خيرا يا أم محمد. ملحوظتان أرجو أن تنتبهي لهما. الألفات عندك لا نريد أن تميل تعمل فيها إمالة. جاءكم هذه صارت إمالة. احنا نريد ان نرقق الالف نرقق. ايوه جاء جاءكم. ايوه بالضبط هذه واحدة. الثانية تنتبهي للغنن تنتبهي للغنن وان شاء الله تعالى تكون قراءتك منضبطة. كن بشير ونذير. ايوه والله. والله على كل شيء قدير. جزاك الله خيرا يا ام محمد. شكر الله لك على اتصالك وبارك الله فيك واحسن الله اليك. معنا يوسف من السعودية. السلام عليكم يا يوسف. السلام عليكم. تفضل يا يوسف اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء لا تبدا فيها لا تبدا فيها يا يوسف. لا تبدا فيها لا تبدا لا تبدا بمقول قوله يا يوسف. لا تبدا بمقول قول الكافرين. ابدا الجمله كلها كامله. وقالت اليهود. خذ نفس واقراها كامله. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. ايوه. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والارض وما بينهما وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. جزاك الله خير يا يوسف. ما شاء الله حسبك يا يوسف. ما شاء الله قراءتك طيبة. وصلى الله أن يوفقك ويثيبك على جهدك. كم تحفظ يا يوسف؟ الحمد لله أحفظ لحد سورة آل عمران. من سورة الناس؟ من سورة الناس. ما شاء الله. يعني على وشك أن تختم إن شاء الله. نعم. على وشك أن تختم القرآن إن شاء الله ختمة كاملة بإذن الله. الله. طيب طمئنا ونبقى نتواصل معك إن شاء الله تعالى وبشرنا بختمتك إن شاء الله. إن شاء الله. وفقك الله لما يحب ويرضى يا يوسف وجزاك الله خيرا. بارك الله فيك. شكر الله لك يا ابني. معنا اتصال. طيب معنا اتصال. القطع يبدو الاتصال. على كل حال بس ارحمونا. طيب اخواني هنا وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. هذه العلماء يقولون هما يعني يقولون هذا تزلفا وتعطفا على انهم هم شعب الله الذي اختارهم. يعني بمعنى انهم هم لهم من الميزه والمزيه ما ليس لغيرهم. الله سبحانه وتعالى رد عليهم هذا الكلام فقال قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يصدق عليكم ما يصدق على غيركم.
الحسنة تجازون عليها بالإحسان، والإساءة بالإساءة والخسران. معنا أبو جابر، السلام عليكم يا أبا جابر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، تفضل اقرأ. وإذ قال موسى لقومه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أجعل الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. جزاك الله خير يا أبا جابر، وشكر الله لك على تلاوتك، ما شاء الله تلاوة مباركة، وأسأل الله أن يثيبك ويأجرك عليها. أحكامك مطبقة ما شاء الله، ومخارج الحروف عندك فيها صفاء، وأسأل الله أن يثيبك على جودك. شكرا يا أبا جابر. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا يا عمر، أهلا بك، تفضل اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إن لا نفس الصفحة يا عمر يا عمر يا عمر يا عمر عمر أصلح الله قلبك يا عمر، اسمعني. عمر 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 يا عمر يا عمر، نحن نقرأ يا ابني. لا إله إلا الله. نعم نعم، استمر 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 أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. جزاك الله خير يا عمر، حسبك حسبك يا عمر، جزاك الله خير. عمر، احنا منهجنا ان نقرأ نفس الصفحة 111، نقرأها ونعيدها ونكررها بنفس، فانت قرأت الصفحة التي بعدها على كل حال، وقراءتك جيدة، أسأل الله أن يوفقك، جزاك الله خير. لكن يعني ضروري جدا أن تسمعني لما عندما تقرأ، تقرأ وتسمع حتى يكون في تصحيح للتلاوة. جزاك الله خير يا عمر، شكر الله لك. معنا خالد أيضا من السعودية، السلام عليكم يا خالد. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، تفضل اقرأ. قال وقالت اليهود والنصارى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر مما خلق. لاحظ يا عمر الأحكام يا خالد، بل أنتم بشر، هذه إخفاء تحتاج إلى غنة. بل أنتم بشر ممن خلق، النون مع الخاء ظهار لا تحتاج إلى غنة. نعم، بل أنتم بشر ممن خلق أيوة، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء
ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. جزاك الله خير يا خالد، ما شاء الله قراءة طيبة، أسأل الله أن يوفقك ويثيبك عليها وجهدك مبارك. انتبه لمواطن الغنن، ليس كل تنوين يغن، التنوين عند إذا كانت بعده حروف الإدغام ينمو تغن، اللام والراء لا تغن ليس فيها غنة، حروف الإظهار ليس معها مزيد غنة لا تغن لا تظهر الغنة فيها، الإقلاب تغن فيها غنة. لذلك أنا أقول دائما مواطن الغنة سبع: النون المشددة، الميم المشددة، الإدغام بغنة، القلب، الإخفاء، الإدغام الشفوي والإخفاء الشفوي. هذه المواطن السبع تحتاج مني إلى إشباع غنة، بينما بقية مواطن التنوين والميم لا تحتاج مني إلى مزيد غنة ولا إشباع. شكرا جزيلا. معنا اتصال من أحمد من السعودية أيضا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ، كيف حالك أنت؟ حفظك الله يا أحمد، الحمد لله بخير. أسألكم من قوة الرحمن. تفضل، ما أنت في أي صف يا أحمد؟ الصف الرابع الابتدائي. ما شاء الله تبارك الله، فتح الله عليك. كم تحفظ؟ طيب جزء واحد. جزء ما شاء الله تبارك الله، فتح الله عليك، وإن شاء الله تكمل الأجزاء 30 بإذن الله، تكمل القرآن كاملا. اقرأ من سورة الرحمن يا أحمد، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء وضع للميزان، ووضع والسماء رفعها ووضع الميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، ألا تطغوا في الأنام، والأرض وضعها وضعها للأنام، والأرض وضعها للأنام، هي ذات النخل ذو الأكمام، ذات الأكمام، ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. بارك الله فيك يا أحمد، بارك الله فيك يا أحمد، ما شاء الله، حسبك يا أحمد. طيب جزاك الله خير يا أحمد، بارك الله فيك، وأسأل الله هذه الهمة العالية مع القرآن الكريم أن يبلغك مرادك وقصدك، وأن يكرمك وتكون قرة عين لوالديك إن شاء الله تعالى، وتحفظ القرآن الكريم كاملا كما حفظت هذا الجزء. نعم، معنا اتصال، معنا صلاح، السلام عليكم. معنا إسراء، السلام عليكم يا إسراء. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا إسراء اقرأي. إياك الله، من أين أبدأ؟ اقرأي من عند وقالة اليهود والنصارى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فلله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا
نعم. تقول ما جاء. وضح الواو، وضح الواو جيدا يا إسراء. أن تقولوا ما جاءنا، أن تقولوا، وضح الواو. نعم. أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. جزاك الله خير يا إسراء، جزاك الله خيرا. أرجو أن تنتبهي لحروف المد، جيدة قراءتك ما شاء الله ممتازة، الله يفتح عليك. لكن الواو، الواو أحيانا، أحيانا بتكون عندك قصيرة. أن تقولوا ما، أنت قلت أن تقولوا ما جاءنا، فصارت اللام كأنها مضمومة وليس بعدها واو. الصواب أن الواو أنطقها بمقدار حركتين. أن تقولوا ما جاءنا، في فرق بينها وبين أن تقولوا ما جاءنا، صارت تقول ضمة. الفرق بين الضمة والواو، الضمة حركة بينما الواو حركتان. جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك يا إسراء. معنا تغريد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا بنتي. وعليكم السلام. أنت تغريد؟ أيوه. طيب تفضل اقرأي. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. نعم. اقرأي يا بنتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. اخفض صوت التلفاز يا بنت، الله يرضى عليك، اخفض صوت التلفاز، اسمعني من الهاتف. نعم. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. نعم. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. بارك الله فيك يا تغريد، ما شاء الله، قراءة طيبة وأحكامك مطبقة، أسأل الله أن يوفقك ويثيبك على جهدك المبارك. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم، علماء التفسير يقولون إما أنها جملة معترضة ثناء عليهم، قال رجلان من الذين يخافون يعني يخافون الله، أنعم الله عليهما جزاهم الله بالنعيم المقيم لأنهم قاموا بالنصيحة. وبعضهم قال أن أنعم الله عليه، قال رجلان بسبب إنعام الله عليهما قالوا ما قالوه، فسواء كانت الأولى أو الثانية فهو ثناء على هذين الرجلين اللذين يعني قدم هذه النصيحة لقومهم. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ماذا قالوا؟ ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه. نعم. معنا اتصال. معنا سهام من الجزائر. السلام عليكم يا سهام. عليكم السلام يا شيخ. تفضلي. الله يبارك فيك، تفضلي يا بنتي اقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. نعم كملي. قالوا يا موسى إن
فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. جزاك الله خيرا يا سهام. قراءة سهام بقصر البدل طبعا هي طريق صحيحة عن حرف عن ورش قصر البدل. هنقرأ بتوسط البدل. توسط البدل عليه تقليل ذات الياء، أما قصر البدل فليس عليه إلا الفتح في ذات الياء إلا ذات الراء. ذات الراء مثل جبارين هذه مقللة قولا واحدا لأنها رائية. ذوات الراء إخواني حتى لو قرأنا بقصر البدل أو توسط البدل أو إشباعه ذات الراء مقللة دائما. ذات الراء هنا ذات الياء هنا مختلف فيها. إذا 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 قصرنا البدل نفتح ذات الياء، إذا وسطنا البدل نقلل ذات الياء، وإذا أشبعنا البدل لنا فيها الفتح والتقليل كليهما. نعم معنا اتصال. معنا محمد من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا والله. تفضل يا أخي اقرأ. من آية كم؟ اقرأ من بداية الصفحة. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. هلو. نعم بداية الصفحة، صفحة 111. آية كم يا شيخ؟ الآية 19 أو 18 من سورة المائدة. وقالت اليهود والنصارى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أنباء. نحن أب. نحن أب. لا أعد الآية. أعد الآية. وقالت اليهود. لاحظ أبناء الله. وقالت اليهود والنصارى نحن أنباء. لا يا حبيبي لا يا محمد. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. أبناء هكذا. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء. أبناء 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 جمع ابن. نحن أبناء الله وأحباؤه. ارجع اقرأ من الآية من بدايتها حتى لا تبدأ البدء قبيح، هذا بدء مقول قول الكافرين. اقرأ الآية من أولها. وقالت اليهود. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل يا أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. ما جاء لا تبدأ فيها. فقد جاءكم خلاص لما تقف على علامة وقف لا تبدأ بها يا محمد. ما تبدأ بها. مقول قول الكافرين لا يبدأ به يا محمد. مقول قول الكافرين لا يبدأ به. فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. جزاك الله خير يا محمد. شكر الله لك محمد. أرجو أن تنتبه. ألغي هالصوت من إذن الله. نعم محمد سأنبه عليك تنبيه يا ابني. مقول قول الكافرين لا يبدأ به.
وقالت اليهود والنصارى. وين نقول قولهم نحن أبناء الله وأحبه؟ هذا نقول قولهم خطأ لا يبدأ به. نعم معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا زينب اقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم لا تبدأ فيها اذكر لا زينب اسمعي يا بنتي يا زينب اسمعي اسمعيني يا بنتي يا حبيبتي الله يرضى عليك انت مثل بنتي. اذكروا خطأ اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا لا مش اذكروا نعمة الله اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهما الباب فإذا دخلتموه فإنكم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. طيب بارك الله فيك يا زينب ما شاء الله بنتنا زينب قارئة متقنة مع صغر سنها. أسأل الله أن يثيبك ويجرك علي على تلاوتك. معنا يوسف. يلا يا يوسف السلام عليكم حتى لا تغلبك زينب. السلام عليكم يوسف. السلام عليكم. يلا يوسف. السلام ورحمة الله. اقرأ يا يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. اقرأ من أن أينما شئت يا يوسف. والسماء ذات البروج واليوم موعود وشاهد ومشهود قطب أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود اقرأ معي ما ترد يا ابن الحلال لا ترد. أيوه. هم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا. طيب جزاك الله خير يا يوسف. جزاك الله خير بارك الله فيك وشكر الله لكم. يعني الوالدة الحقيقة لها أثر كبير جدا على الأبناء تشجيعا وتربية وتلقينا. أسأل الله أن يثيبها ويأجرها. الحقيقة زينب بنتنا زينب قالت ادخلوا. لماذا قلت لها ادخلوا؟ همزة الوصل يا إخوة يا أخوات همزة الوصل يبدأ بها بحسب ثالث الفعل في الأفعال. فأدخلوا ثالث الفعل مضموم إذا يبدأ بها مضمومة. ما أقول ادخلوا يقول أدخلوا. فإذا كان ثالث الفعل مفتوحا أو مكسورا كسرت. اضرب بعصاك افتح بيننا وبين قومنا الحق وهكذا. أما أقتلوا يوسف مثلا أسجدوا لله أدخلوا الأرض كلها تكون مضمومة. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي. أقرأ من بداية الفتحة. نعم تفضل. وقالت اليهود والنصارى. بسم الله. استعذ بالله. ابدأ القراءة بالاستعاذة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود والنصارى
ونحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. جزاك الله خير أخي صلاح وشكر الله لك على تلاوتك، أسأل الله أن يثيبك ويأجرك على جهدك مع كتاب الله، وأسأل الله أن يوفق الجميع. وعذرا لمن هم على التليفون الحقيقة على الهاتف، يعني هناك من ينتظر لكن الوقت انتهى معكم، وأسأل الله أن يجمعني بكم دائما على كتاب الله، فعلى الكتاب نلتقي وبه نرتقي، أسأل الله أن يجمعنا على طاعته دائما. ختاما أيها الإخوة والأخوات أشكركم على حسن المتابعة، أشكركم على التلاوات التي سمعتها، هذه التلاوات المباركات، وعذرا لمن لم نتمكن من أخذ اتصالاته، آمل أن نلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. أشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنعم الله علينا بين كل العالمين رحمة منه وفضلا أنزل النور المبين. رتل الآيات هيا نحن نصغي في حفاوة ولتكن دوما نبيها عند تصحيح التلاوة. أسعد الناس تقي يتغنى بالكتاب ماهر يتلو ويرجو أنعم الله علينا بين كل العالمين رحمة منه وفضلا أنزل النور المبين. رتل الآيات هيا نحن نصغي في حفاوة ولتكن دوما نبيها عند تصحيح